تسميمه بالإضافة إلى مواضيع أخرى. نفتح شروق اليومي ونروح مباشرة إلى الصفحة الثالثة. إيمان عويمر تكتب: الوزراء لم يردوا على أسئلة نصف أسئلة النواب طيلة العهدة. 72 شخصية أجنبية و55 سفير يجسون وضع الجزائر تحت قبة البرلمان. وعادت إلى ندوة صحفية اللي نشطها أمس رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، اللي كانت فيها حصيلة 5 سنوات من نشاط البرلمان. ولد خليفة يعني عاد إلى نقاط مهمة في الندوة الصحفية، من بينها رفض إدارة البرلمان لخمس لجان تحقيق برلمانية آخرها تلك المتعلقة بوفاة الصحفي محمد تمالت رحمه الله. نبقى دائما مع الشروق اليوم ونروح إلى عنوان أو إلى موضوع غريب نوعا ما، لكن احنا في الجزائر بلد المعجزات. شاحنة تصطدم بطائرة تقطع جناحها وتثير ذعر المسافرين. حدث هذا البارح في مطار هو لبومدين الدولي مع طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية. الطائرة اللي كانت متوجهة نحو مدينة باريس الفرنسية إلى مطار شارل ديغول الفرنسي، كانت متوجهة من مطار هو لبومدين الدولي، الرحلة رقم 337. إذا هذه أو عفوا الطائرة هي اللي من نوع 337 800 هي يعني شراوها غير كيما. بالصح هذه الطيارة كي كانت فلابيس دخلت في الشاحنة تابعة للجوية الجزائرية. تعددت الروايات، بعض قالوا انه شاحنه تاع الاطعام تاع الكارتينغ تبع الجويه الجزائريه، واخرون قالوا بلي انه هي دخلت في الشاحنه اللي كان يعني هي ليتروموركي طائره اللي تسحب الطائره للمدرج باش تبدا الاقلاع تاعها. هذه الحادثه اثارت ذعر المسافرين من جهه، لكن ما سجلتش خسائر بشريه في وقت انها سجلت خسائر وتسببت في خسائر ماديه رهيبه، خصوصا انه الطائره جديده يعني ما عندهمش 6 شهور ايراجيريه ملي شراوها، وتسوى 1000 مليار حسب كاتبه المقال ايمان كيموش. وبالتالي يعني الجناح تاعها راح بالكامل، وايضا باب واحد تقاسلها وحتدخل للورشه الان لتصليحها كما حنا نقولوا بالعام يعني سيدي مليح زادوا الهواء والريح من الطيارات بزاف اللي عندنا زادوا قاسوا هذه الطياره. وبالتالي الف سلامه المسافرين كانوا على متن هذه الرحله. نبقاو دائما مشاهدينا مع الشروق اليوم، نروح الى الصفحه الرابعه. بن غبريت تطالب اطارتها باعداد حصيله ايجابيه عن ادائها، هكذا كتبت اليوم نشيده قوادري في جريده الشروق اليوم. قالت بان وزيره التربيه طالبت اطارتها باعداد حصيله شامله عن الاعمال والملفات الحساسه التي تم اتخاذ قرارات حاسمه وفاصله بشأنها خلال عهدتها الوزارية. وبن غبريت قالت الإطارات تاعها حسب المقال أنه ابتعدوا عن الأمور السلبية وخلونا فقط غير في الأمور الإيجابية. إذا من بن غبريت وما تضمنه التقرير، أو بن غبريت وطلبها بإبراز غير الأشياء الإيجابية، نروحوا إلى ملف آخر، ملف يعني للجزائريين ينوضوا عليه الصباح ويرقدوا عليه العشيه، الا هو ملف السكن. وكي نقولوا السكن نقولوا لاديال سكنات عدل. اذا المقصون من برنامج عدل واحد يحاصرون مقر الوكاله بسعيد حمدين، هكذا كتب سعيد باتول. لتنقل امس الى مقر وكاله عدل بسعيد حمدين لتغطيه احتجاج مكتتبي سنه 2001 و2002 اللي احتجوا بسبب اقصائهم، اللي قالوا انه كان اقصاء كاذب وغير مبرر للاستفاده من سكنات عدل رغم دفعهم كافة أشطر السكنات. إذا عدل نذكروا أنه اليوم في الليل على 11 تاع الليل موقع عدل راح يتفتح لمكتتبي عدل 2 يعني رضية 2 تاع 2013 اللي في العاصمة من 1 حتى ل 40 ألف راح يكونوا على موعد لاختيار مواقع سكناتهم على مستوى موقع عدل. وإدارة عدل قالت بأنه جندت العديد من التقنيين لمنع قرصنة أي الموقع ولا توقيفه من طرف أشخاص. تبقاو دائما في جريدة الشروق اليوم. ومن سكنات عدل يتصنع الحدث إلى خبر آخر، لخبر محزن وصنع البارح مأساة في شبكات التواصل الاجتماعي، هو اغتيال الشرطي طعنا بخنجر في تمن راست. اذا الشرطي هو من ينحدر من ولايه قلمه ويخدم في تمن راست، البارح واحد مختل عقليا ما بين قوسين كما احنا نقولوا احنا مجنون
قام بطعن الشرطي في الظهر بطعنات قاتلة تسببت في وفاته. هذا الشرطي اللي كان يعمل كشرطي مرور هو ينحدر من ولاية قلمة ويشتغل بولاية تمن راس. إذا وهذا وفتحت المديرية العامة للأمن الوطني تحقيق في هذا الحادث. مشاهدينا نبقوا دائما مع الشروق اليومي، اليوم رانا 26/12/27 ذكرى 38 لرحيل رئيس الراحل هواري أبو مدين محبوب الجزائريين. إذا أبو مدين القائد الأسطورة. الشروق يعني دارت ملف من 4 صفحات أو أكثر، يعني 2 3 4 5 6 7 7 صفحات عملتهم الشروق اليوم خصيصا لذكرى رحيل هواري أبو مدين. نقراو العلبة السوداء للرئيس أبو مدين وعضو فريق تشريفاته خليوياتي رشيد، رافقت بومدين 13 سنة ولم أره يهين أحدا أمامي. رئيس الأسبق لجبهة بومدينية محمد سعدي، محاولة زبير الانقلاب على بومدين فتحت المجال لضباط فرنسا. أيضا العقيل المتقاعد شريف براكتية هو الآخر أدلى بشهادته. الذين انتقدوا بومدين هم الذين منحوا ضباط فرنسا مناصب سامية، بالإضافة إلى حوار مطول مع سفير الجزائر الأسبق في بغداد ودمشق عثمان سعدي. قال أن بومدين رفض أن تدفع وزارة المالية ثمن كتبه وهكذا طرد السفير الأمريكي. إذا هو ملف كامل عن الرئيس الراحل هواري بومدين، طالعوه في جريدة الشروق اليومي بمناسبة الذكرى 38 لرحيله. نختم جولتنا في الشروق اليومي بآخر أخبار من الصفحة 24. شاب من العاصمة يفوز باللقب وشروق تي في تنجح في رهانها. إذا بعد ما قضينا أيام ممتعة مع متسابقي برنامج ماستر شاف الجزائر اللي بثاتوا الشروق اليومي بشكل حصري وبتقنية جد عالية، نهار السبت كنا مع البرايم النهائي. إذا البرايم النهائي اللي ربح فيه رفيق وليد القبة من العاصمة، وأيضا شهد تأهل ياسمين اللي كانت معاه في الطبعة أو في البرايم النهائي وللسهرة الختامية. إذا الشروق نجحت في رهانها وتضرب موعد لكل عشاق الطبخ أنهم يشاركوا في هذا البرنامج في الطبعة المقبلة ويسجلوا نفسهم في ماستر شيف أرجريب وكوم. إذا أنا قلنا لكم لكل يعوي عافي طيب ما عليه غير يروح الماستر شيف. نبقى دائما في جولتنا في أخبار الصحف والصحافة من الشروق، نروح مشاهدينا إلى الخبر. الخبر عناوين متعددة، داعش يدق أجرسه على حدود الجزائر، وجمال ولد عباس لن نغفر للأفافاس وصفنا بالأغلبية المزيفة. إذا قالت الخبر أو قال كاتب المقال أن فرار إرهابي داعش إلى بلدانهم يستنفر الأجهزة الأمنية، يرجح عودة 30 منهم من سوريا والعراق إلى الجزائر تونس المغرب وليبيا. من موضوع داعش إلى السياسة، والسياسة تصنع الحدث هذه الأيام ما بين حزبي الأفافاس والأفلان. ولد عباس وصف حادثة الأطلس بالغلطة وقال أنه لن نغفل الأفافاس وصفنا بالأغلبية المزيفة. كاتب المقال خالد بودي عاد إلى تفاصيل خروج جمال ولد عباس من تجمع الأطلس اللي كان إحياء الذكرى الأولى لرحيل الدحوسين، لكن خطاب الأمين العام أو السكرتير الأول للأفافاس خلى زعيم الأفلان يرفض روحه ويخرج. نبقى دائما في نفس الموضوع، محمد سيد مكتب انتهى شهر العسل بين الأفلان والأفافاس في إشارة إلى المبادرة اللي كان أرعاها الأفافاس واللي ضمت أيضا العديد من الأحزاب. نبقى دائما مع يومية الخبر الصدرة لنهار اليوم. إذا نقرأ الكثير من المواضيع لكن احنا خيرنا لكم الموضوع اللي كنا تحدثنا عليه، بالإضافة إلى موضوع آخر في صفحة أحوال الناس. جراح يتسبب في بتر ساق شاب في مستشفى بن عكنون، رفض علاجه وتركه بين أيدي الأطباء المتربصين. هكذا كتبت الخبر في هذه القضية. يتعرض شاب عدلان إلى بتر ساقه في مستشفى بن عكنون للعظام بسبب خطأ طبي. إذا مشاهدينا نبقى دائما مع أخبار الوطن في الصحف الوطنية، ومن الخبر إلى يومية الحوار. الحوار عنونة البلديات مشلولة ومصالح المواطنين ستبقى عالقة لخمسة أيام، وهذا بسبب دخول عمال البلديات في إضراب وطني لمدة 5 أيام متجدد شهريا، وهذا من أجل تحصيل المطالب التي بقيت عالقة منذ بداية السنة الجارية. وقال العمال أنهم عازمين على الضغط على الوزارة الوصية من أجل فتح باب الحوار والالتفاتة إلى هذه الشريحة. وبلغت نسبة الإضراب حسب
الرئيس فيدرالية قطاع البلدية كمال بهات 75% على المستوى الوطني. نبقى إذا من إضراب عمال البلديات نروح إلى أخبار اليوم. أخبار اليوم اللي خيرنا لكم فيها موضوع متعلق بقطاع العدالة. إذا السوار الإلكتروني لأول مرة في الجزائر، هذه العملية اللي تم إطلاقها أمس من مجلس قضاء تيبازا، وهي يعني الجزائر تعتبر أول بلد عربي ليطلق هذا النوع من الخدمة يعني، وهو السوار الإلكتروني، وهي تجربة أولى عربيا، وهذا قصد تخفيف الضغط على المؤسسات العقابية وأيضا تخفيف الضغط على مصالح الأمن بخصوص المجرمين الموضوعين تحت النظر. من أخبار اليوم مشاهدينا نروح إلى الصحف الدولية الصادرة لنهار اليوم وإلى يومية العرب الجديدة الصادرة بلندن. نقرأ في الصفحة الأولى: بريطانيا الأمن على طريقة جيمس بوند. وأشار تقرير القتال العربي الجديد لنهار اليوم أن السلطات البريطانية تعتمد خطط أمنية جد محكمة، وهو اللي خلاها من أأمن البلدان الأوروبية مقارنة بما يحدث لدى جارتها من فرنسا وسويسرا وألمانيا وإسبانيا كذلك. وتعددت أسباب هذا الأمن في أو أسباب التوفر أو الانتشار الأمني الكثيف في بريطانيا إلى الخطة اللي تبعتها بريطانيا منذ تفجيرات مترو 2005، بالإضافة إلى نعمة الجغرافيا مادام أن بريطانيا منعزلة قليلا عن الاتحاد الأوروبي، ما عندهاش حدود برية مع المناطق اللي تشهد حركيات أو تشهد حركة لجهاز داعش، هكذا قال كاتب المقال. وأيضا خضعت العديد من التجارب، وصفها أيضا بأنها مجتمع جيمس بوند. كما أشار التقرير أن بريطانيا هي البلد الأول في العالم من حيث استخدام كاميرات المراقبة، بحيث أنه مستحيل أنك تكون في العاصمة البريطانية لندن وما تكونش يعني كاميرا في شارع أو في زاوية. إذا بيومية العرب الجديد نختم جولتنا في أخبار الصحف والصحافة لنهار اليوم، لكن التعليق عليها سيتواصل بعد قليل. يلتحق بنا محمد إيوانوان. صباح الخير محمد. محمد يلتحق بنا بعد الفاصل في البلاطو للتعليق حول أهم الأحداث. نخليكم مع أهم الرسوم الكاريكاتورية ولنا موعد بعد ذلك.